العافية. اليوم رح نحكي عن إفكتات خاصة بالأوديو. بداية أنا هنا ضفت أوديو، تمام؟ هيو لو أنا إجيت هادي وسعت عشان أشوف، وسعت هادي عشان أشوف منطقة الأوديو اللي حشتغل عليها. خليني تمام. الجزئية الأولى عن أعظم الأعمال في هذا الشهر الكريم التي يحبها التي تحبط أجر هذه. طيب، حبيت إحنا بداية هذا الصوت، أفضل الأعمال إخواننا في هذا الشهر الكريم في تغبيش، استحضار يعني في النور لله زي سبحانه وتعالى والإخلاص في خارجي مطلع هذا غير الشهر الكريم. اللي بيحكي وقال هذه اسمها نويز، يعني أشياء خارجية، مثلا ممكن زي صوته هو بيحكي بالمايك، هذه الخشة اللي بتكون صوت الهواء، صوت الريح والشخص بيحكي، كل هذه أشياء خارجية ممكن نقيمها. لو أنا رحت على الأوديو إفكت، في إشي اسمه دي نويز. أنا إجيت هنا حطيت دي نويز. بعض الناس طبعا أنا لسه يعني ما عطيته، لسه بدي أشوف إعداداته. هروح على الكاستم سيت أب وأقول له هي نسبة هنا عادية. وأنا إجيت تمام. الجزئية الأولى عن أعظم الأعمال في هذا الشهر الكريم الذي يحبها مولانا وكل ما أنا على الأمام وتعالى. تبعته صفر، والجزئية زادت الثانية تشويشة. عن أخطر الأعمال التي إذا لاحظتوا أجر إنه هذه تغير الأعمال. إيش الصوت، أفضل الأعمال إخواننا في بطل هذا في الشهر خربشة الكريم وراء استحضار الشخص النية لله اللي قاعد سبحانه بيحكي. وتعالى طيب أعمل والإخلاص أوكي، هي في أنا مطلع هذا الشهر ظبطت الكريم. الخربشة. وقال العلماء في بعض نية المؤمن الفيديوهات أبلغ من تلاقوا عمله، فيها بمعنى زي أن بعض الناس يموت قبل رمضان زي صدع. ويكون قد أخذ فكيف أنا ممكن أعمل صيامه. هذا الإشي؟ ممكن أنا لو ما بديش هذا الصدع كل الصوت، بدي أخذ مقطع واحد، ممكن أجي على أداة القطع مثلا لحد يتهم، تمام، وأقطع لهذا الصوت. مثلا أنا بدي أحط له إيش الإفكت الخاص في صدى الصوت اللي هو إيش الديلي. لو أنا إجيت هنا خلينا نسمع نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله، بمعنى أن بعض الناس يموت قبل رمضان. هيك الصدى كتير كبير. لو أنا خليته 10% مثلا، شوف كيف رح يظهر. أبلغ من عمله، بمعنى هيك خف حدة الصدى الخارجي. على فكرة أنا ممكن أقدر أحط أكثر من إفكت في على العنصر أو الصوت أو حتى الفيديو اللي أنا حاطه. طيب، في بعض الصوت بالذات الأشياء القديمة، يعني مثلا بعض الرسوم المتحركة القديمة أو بعض المسلسلات القديمة اللي هي مش مصورة اتش دي، اللي هي بتكون أصلا دقتها مغبشة، ويعني إشي زي كده. طيب بتلاقيها بعض المرات، احنا هنا في قناتين صوت، احنا دايما بنروح لما بنروح نشتري مثلا بقول لك النظام تبع الصوت ستيريو. ايش يعني ستيريو؟ يعني انا عندي سماعة الليفت هي بيعطيني نفس ايش الرايت، بيعطوني نفس ايش انا هيني جاي فيه، كلهم بيمشوا مع بعض تنين. طيب تلاقي بعض المرات موجود الليفت مش موجود الرايت، بعض المرات موجود الرايت. طب انا كيف ممكن اضبط اخليهم التنين زي بعض؟ في انا هنا الصوت منيح، ليش؟ لانه الكاميرا او الصوت لما تسجل في نظام ستيريو. طيب لو انا ما لقيت عندي مشكلة انه هو مسجل في نظام واحد اللي هو مثلا الرايت او الليفت، في افكت اسمه ستيريو اكسباندر. لو انا اجيت هنا وانا اجيت هنا على الاديت، ممكن انا اقول له لا، ممكن يكون هنا
شو يعني احتسابا؟ احتسابا يعني حسبة لله، ليس مع الله احد. هيك خف اللفت وصارت ايش؟ اقل. يعني الصوت الاكثر طالع من وين؟ من الراي. لو انا غفر له ما تقدم من ذنبه. صار الرأيت. هو على الأغلب لو كان عندي مشكلة في هذا الموضوع عمل أصلاً الستيريو يا رسول الله أنا هنا بظبطها في الستيريو إكسبرس. إيش يعني؟ طيب هالوقت أنا ضبطت نظام الستيريو عندي إنه يكونوا القناتين شغالتين زي بعض. طيب لو انا عندي بنكمل لسه في مشكلة انه قناة موجودة وقناة مش موجودة. في هنا في الليفت with right وفي الرايت with left. ايش يعني؟ يعني اذا انا عندي السماعة الليفت اللي هنا موجود الصوت مش موجود في الرايت، فانا ايش بحط له؟ عبيل الليفت الى الرايت. واذا كان العكس زي كده، طبعا انا هنا نظام الصوت كامل يعني الستيريو اليمين والشمال معبين، فانا لا مش هستخدم هذا الاشي. تمام، ويعطيكم الف عافيه.